عايزك ترفع البصمات كويس، ما تسيبش حته لما تدور فيها. تمام. سامع؟ حضر. مفيش احتمال للغلط. حضر. اتفضل. وانت ايه الاخبار؟ مفيش اي اشاره جات لك؟ لا يا فندم مفيش حاجه. ولا اي بلاغ عن اي حاجه؟ لا مفيش اي بلاغ حصل. عموما ركز وخليك صاحي. تمام. اول ما اجي لك اي اشاره تبلغني بيها على طول. اوكي يا فندم. حاضر. شكرا لك. الله يعافيك. اظن بقى دلوقتي يا طارق عرفنا اجابه السؤال اللي كان محيرك محيرني، عرفنا كمان الناس دي ومعهم شكري كانوا بيخططوا لايه. ما يهمكش يا بابا، طز في اي حاجه في الدنيا، المهم ان انت بصحتك كويس، المهم ان احنا مع بعض لمتنا الحلوة، فداك أي حاجة يا بابا عشان خاطري، عشان خاطري ما تفكرش. وغلاوتك عندي عامل بيه، وغلاوة سوغا ونورهان أنا محاسبهم يفلتوا، واللي خدوه هيرجع وحوديهم في 60 داهية. تلعب بينا لعبة كبيرة أوي. شوف فتحي ده يا فندم طلع مش سهل، ودماغه بلوه مسيحه. على العموم اللي اسمه ماهر ورجالته عندنا في المديريه، وانا شايف يا فندم ان جه الوقت ان احنا لازم نشد اللي اسمه اكرم وفتحي وعدوي عشان نبتدي نحقق معاه. لا يا شريف، مش هتوصل معاهم لاي حاجه، والنيابه هتفرج عنهم على طول، لان احنا مفيش اي دليل في ايدينا ضدهم. جاريه طارق بيه، في ايه بس؟ ده انا اول مره اشوفك كده محبط وبتتكلم بيأس. لان اول مره يحصل لي اللي حصل ده يا شريف. عمري في حياتي ما خدت مهمة ما كنتش قدها. أنا فردت صدري فوق قدام حماية ومراتي، وعدتهم أي حاجة راحت منهم أنا هرجعها وهرجع لهم حقهم. أنا من جوايا عارف إن مفيش في إيدي أي حاجة أعملها. أقول لك إيه؟ كمل شغلك هنا وخد أقوال كل الناس اللي في الفيلا، بعد كده تطلع المديرية تاخد أقوال ماهر والناس اللي معاه. تاخد بقى المحاضر والأقوال دي كلها وتقرير المعمل الجنائي، وتدي كل حاجة للنيابة. يا ترى بيه؟ طارق ايه؟ راح فين دلوقتي؟ ايوه يا استاذ اسعد، معلش انا بلاقيك على الصبح. كان لي واحد صاحبي كده يعملوا معاه تحقيق في المديريه، كنت عايزك تحضره معاه. طيب ماشي. هايل يا شكري، هايل. عايزين العقود والتنازل من سراج،
No way. ترانسفير ايه وبتاع؟ لا لا لا، مش هحول ولا دولار واحد قبل ما تبقى العقود معايا هي والتنازل. خلاص يا سيدي نحولهم لحسابه الخاص، مش دي المشكلة. بس أنا مش هشتري السمك في مية زي ما بيقولوا المصريين. ماشي، رتب لي مع سراج ميعاد وبلغني. خير يا باشا. سيادتك طبيت عليها من غير مناسبة ودخلت بيتي من غير استئذان وقعدت، ودينا قاعدين مع بعض حبة حلوين اهم، حضرتك ما فتحتش بقك ولا كلمة. خير؟ برافو يا فتحي، بجد برافو، عرفت تغزلنا كويس قوي قوي قوي. سفر ومعاينات وفي الاخر تضرب ضربتك في حتة مش تحت عينينا خالص. صراحة يا لعبة، انا مش فاهم ايه الالغاز دي يا باشا، صراحة مش فاهم حاجة. انت فاهم وانا فاهم يا فتحي، بس العملية المرة دي مش اي عملية، دي عملية كبيرة قوي. مجموعة عامر الديب مرة واحدة. عامر الديب اللي احنا بنشوف اعلاناته في التلفزيون والجرايد ده؟ احنا هنستعبط يا فتحي ولا ايه؟ ده حتى الراجل ليه تاريخ معاك من ايام عملية الشيكات. الله، هي فيها شيكات كمان؟ بس الشيكات اتاخدت من مجموعة عامر الديب. المرة دي انت دخلت اوضة نومي وتهجمت على مراتي وحماية وبنتي، تهجمت على راجل مريض، واحدة ست وعيالة صغيرة بمنتهى الندالة. ايه ده يا باشا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش هغلط فيك عشان انت في بيتي وانا متربي وعارف الاصول، بس في نفس الوقت مش هفضل ساكت وانت بترمي عليا التهم كده. انا متأكد من كل كلمة بقولها. ولو انت متأكد من كل كلمة بتقولها جاي لوحدك ليه؟ ما جبتش امر النيابة وحطيت الكلبش في ايديها ليه؟ ما انا قلت لك في الاول يا لعبك. طب انا هعوم على عوم، مفيش كلمة من اللي انت قلتها ديت ليها قيمة او اي فايدة، وعندنا وعند النيابة الكلام اللي انت قلته ده كله ما يسواش 3 جنيه. لكن انت اخويا لو فاضي وجاي تفضفض انا اسمع الناس لبعضيها، وانا كده كده ما عنديش حاجة لغاية بكرة الصبح. يعني مش هتودي العقود والتنازل لشكري؟ شكري؟ طب لو حلفت لك بالله العلي العظيم ان انا ما اعرفش شكري ده هتصدقني؟ يبقى في بينكم وسيط. ده واضح ان قعدة حضرتك هتطول. طب تحب نعمل شاي ولا نجيب فطار؟ لا لا، عيني دور شطرنج عريق كده، بس دي تبقى وجبه تقيله قوي يا باشا. ومال طالما احنا الاتنين فاضيين ما هو نتسلى. خلاص، طلباتك اوامر يا باشا. العب يا فتحي. شفت يا باشا النرفزه بتعمل ايه؟ اديك لعبت لعبه غلط وكده كشفت الوزير وضيعته. صح يا فتحي، هي فعلا لعبه غلط وضيعت الوزير، بس الملك لسه عايش، وطالما الملك عايش يبقى فيه. كلام جميل، كم هكمل يا فتحي ومن غير الوزير، بس مش دلوقتي. دلوقتي انا عندي حاجات اهم، اطمن على مراتي وبنتي اللي انت بهدلتهم، سير الايام تجمعنا ونكمل. الدور لسه ما خلصش، اوعى تهد. انا بالنسبه لي الدور خلصان، بس زي ما قلت لك طلباتك اوامر. مش عارف اقاسيك ولا اقاسي نفسي بعد اللي حصل لك. انا متحمل المسؤوليه كامله يا سليمان بيه، ومستعد لاي حاجه. رجعتك المهمه دي على مسؤوليتي الشخصيه.
دلوقتي مش عارف اواجه المسؤولين الكبار اقول لهم ايه. تنفذ سيادتك اللي كنت عايز تعمله من الاول. لو ايه؟ تحولني لعمل اداري في الداخليه. خلاص مش متعود عليك كده انك تهرب وتسيبها خربانه. شوف يا سليمان بيه، سيادتك قدامك حل من اتنين، وفي الحلين لازم تنقل. طارق قول بسرعه، انا مش طايق نفسي. الحل الاولاني سيادتك تنقلني لعمل اداري وتجيب حد جديد تكلفه بالقضيه، يبتدي من اول وجديد. طب والحل التاني؟ الحل التاني ان سيادتك برضه تنقلني، بس ده نقل ظاهري فقط. بالنسبه للناس كلها انا اتنقلت، لكن الحقيقه سيادتك تبقى مديني صلاحيات ومسؤوليه القضيه زي ما هي. عشان يطمنوا ان انت بعت ويتصرفوا براحتهم. بالظبط سيادتك. فتحي اول ما هيطمن ان انا بعدت عن القضيه هياخد راحته هو واللي معايا، وهيفكر ويقول لك اللي مسك القضيه جديد ده على ما يخطط ويرتب ويعرف اللي حصل يكونوا هم عملوا عملتهم وسلموا العقود والتنازل للي مأجرينهم. طب مين اللي هيبلغ فتحي؟ ولا هنشرها بقى في الجرايد وتبان انها لعبه على المكشوف؟ خد سيادتك القرار، وموضوع المعلومه توصل لفتحي ازاي ده سيبه لي انا. بقول لك ايه؟ انا همشي ورا كلامك. يا هننجح احنا الاثنين وراسنا تبقى في السماء، يا هيلعبوا بينا ونفشل وساعتها بقى هنلبس الجلابيه ونقعد في البيت. تقلقش يا فندم. هاي طارق بيه، وصلت ايه مع سليمان بيه؟ نقلوني العمل الاداري في ديوان عمل الوزاره. ايه؟ طارق بيه، انا هسيب القضيه دي لاني مش ممكن اشتغل غير مع حضرتك، مش هشتغل مع حد تاني. يا فندم انا هطلب نقلي لاي حته. يا شريف، انت شغال ضابط بوليس ولا شغال معايا؟ بصراحة الشريف عنده حق، واحنا ما قصرناش، اشتغلنا ليل نهار ولسه عندنا فرصة في القضية رغم كل اللي حصل. وهتبقى آخر فرصة. هو في ايه بالظبط يا طارق بيه؟ مالك يا ماما؟ زعلانة ليه؟ وبعدين هو ايه اللي حصل امبارح ده؟ جده تعب تاني ليه؟ والعساكر دول كانوا عندنا بيعملوا ايه؟ هما دول زمايل بابا طارق؟ اه يا حبيبتي، انت عارفه طبعا ان جده لسه خارج من المستشفى فتعب شويه، واللي انت شفتيهم دول فعلا زمايل بابا طارق جايين يطمنوا على جده. متقلقيش. بابا انت لابس كده ليه؟ رايح فين؟ نورهان، وجودي في المجموعة أصبح مهم جدا بعد اللي حصل. يا دي المجموعة اللي دمرت حياتنا. زمان جوزتني الواحد دمر حياتي بحجة إن المجموعة محتاجاه، وحضرتك عارف الباقي بقى. دلوقتي المجموعة بتضيع تضيع تروح في 60 داهية، بس المهم حاجة واحدة بس، إن إحنا يا بابا نعيش في أمن وأمان. يا نورهان يا حبيبتي، محدش بيستغنى عن شقة عمره بسهولة كده. سهولة إيه؟ ده إحنا كنا هنضيع، كنا هنتقتل. غلطتهم هم بقى إنهم سابونا عايش. اسمع ما أقول لك، طول ما أنا عايش وفي نفس واقف على رجلي أنا مش هستسلم أبداً، مش هرفع الراية البيضاء أبداً. يا بابا يا بابا يا بابا مالك يا ماما؟ بتعيطي ليه؟ أنا ما بعيطش. مين قال إني بعيط؟ اطلعي العبي في أوضتك يا حبيبتي.